فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل لثقيل النوم عذر في تأخيره للصلاة، وما حكم صلاة الجماعة؟ ليس له عذر في ذلك، لأن بإمكانه أن ينام من أول الليل حتى يأخذ قسطه من الراحة، بإمكانه أن يجعل عنده منبها يوقظه، بإمكانه أن يوصي من حوله من أهل بيته أو من جيرانه أن يوقظوه للصلاة. نعم.